كما تعلمون تابعنا بالأمس رسالة جلالة الملك حفظه الله ورعاه التي أكد فيها أن الوطن يمر بظروف استثنائية صعبة، شأنه شأن الكثير من دول العالم التي تواجه هذا الوباء العالمي. هذه الأزمة عابرة للحدود، ولذلك رأينا الجهود التي والاتصالات التي قام بها جلالة الملك وأيضا سمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، اتصالات مع قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة المجاورة للأردن للتنسيق لمكافحة هذا الوباء. كما تعلمون أيضا بدأنا اليوم آلية توزيع المواد الأساسية على المواطنين، خاصة الخبز والأدوية ومياه الشرب والمحروقات، وأكدنا أمس أيضا أنه لا توجد ممارسات فضلة في العالم لتوزيع الحاجات الأساسية على المواطنين في أوقات حظر التجول. هذه الآليات هي نتيجة دراسات واجتهادات أيضا، حيث وضعنا الآليات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والخبراء، وكان الهدف الرئيس هو إيصال المواد الضرورية الأساسية للمواطنين وتلبية حاجاتهم في ظل الحظر المفروض عليهم. ولعدم وجود حلول مثالية في مثل هذه الظروف الصعبة، من الطبيعي وقوع أخطاء وتجاوزات، لكننا نعدكم بأننا سنعالج هذه الأخطاء بالشراكة معكم إخوتنا المواطنين الأعزاء، والمسؤولية في ذلك تقع على الجميع، خصوصا عليكم إخوتنا الأعزاء. وصلتنا اليوم بعض الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت تتضمن مظاهر حضارية ومشاهد تدل على أصالة مجتمعنا الأردني وانضباط المواطن ومدى الالتزام والتقيد بالتعليمات الوقائية، وهذه مظاهر يجب أن تكون قدوة حسنة للجميع. لكن أيضا من المؤسف أن نرى مظاهر أخرى للتجمهر والتدافع رغم التحذيرات المستمرة بعدم المخالطة والابتعاد عن التجمعات، لأن في ذلك خطر كبير على صحة المواطن وعلى سلامته. ولذلك نهيب بالمواطنين الأعزاء ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات. توقعنا أيضا هذا الإقبال الكثيف على شراء مادة الخبز خلال اليوم الأول، لكن توقعاتنا أن الطلب سينخفض خلال الأيام المقبلة، وسيكون الإقبال اعتياديا، وستزول بإذن الله غالبية مظاهر التجمهر. عملية توزيع الخبز مستمرة والمخزون كاف بحمد الله، ولا داعي للقلق، وسنعمل على إيصاله للجميع. حسب المعلومات التي تتوفر لدي فإن إنتاج الخبز لهذا اليوم يفوق 25,000 طن، والهدف من ذلك تلبية حاجات الجميع، ولذلك لا داعي للتزاحم والتجمهر إخوتنا الأعزاء. أيضا نحن نراجع آليات توزيع المواد الأساسية للمواطنين وتطويرها في ضوء هذه المراجعات، ولن ندخر جهدا من أجل راحتكم وتهيئة الظروف الملائمة لكم. نؤكد مجددا أن سرعة رفع الحظر تعتمد بشكل رئيس على مدى التزام المواطنين، خصوصا تجنب المخالطة والالتزام في البيوت. لدى الحكومة برنامج وخطط، وهذه الخطط يتم تقييمها أولا بأول، وبناء على توقعاتنا لأعداد المصابين سنتخذ الإجراءات التي تحمي شعبنا وتحافظ على صحة أبنائه. نرصد أيضا على مدار 24 ساعة ملاحظاتكم واستفساراتكم، ولدينا العديد من القضايا التي نناقشها في مختلف القطاعات. ندرك معاناة بعض القطاعات خاصة القطاع الزراعي، وأود أن أقول أن الفرق المعنية بهذا القطاع تبحث الحلول الملائمة، وسنعلن عنها فور التوافق عليها وفي أسرع وقت بإذن الله. نؤكد
مجددا أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، وجميع المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، وفي حال استجد لدينا أي قرار سنعلن عنه فورا وبكل شفافية وصراحة. بخصوص رواتب موظفي القطاع الخاص، تدرس الفرق المعنية أيضا كيفية صرفها للعاملين، وسنعلن عن ذلك فور التوافق على آلية توزيعها. قبل الختام نؤكد أن أبوابنا مفتوحة للجميع، ونجيب على كل الملاحظات والاستفسارات، وبالشراكة والتعاون معكم إخوتنا الأعزاء سننجح في إزالة هذا الوضع الصعب، وننجز ما نريد تحقيقه من أجل مصلحة المواطن وصحة المجتمع بأكمله. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر.